دوبل اوبجيكتيف، يعني الهدف هو نوصل واحد هويه جهويه ويكونوا على الاقل 60 او 70% من لو نوايو بروفيسيونيل، يعني من ابناء المدينه او ابناء الجهه، باش نعطي واحد ليدونتيتي ريجيونال كوم جي دي. ومن بعد اكيد بان الهدف غادي يكون اكبر، يعني تبقى تقترب من البوديوم كذلك على حساب الانتدابات، لكن هذه اهداف قابله للتعديل على حساب مجموعه من البارامترات اللي تكون خارج عن الاراده ديالنا، تقدر تكون في صالحنا او تقدر ما تكونش في صالحنا. نعم، كاين سؤال من عند فتح العلوي، تفضل فتح. هلال كيدير لاباس عليك؟ صافي سي فتح، الله يبارك فيك. برافو، ثلاث سنين سي ان بروجي فوتباليستيك اللي يحترم اقل ما نقدروا نديروا، ولكن كنعرفوا لي فيغيتي دي فوتبول ماروكان. نعم. واش غتقدروا تخدموا ثلاث سنين؟ لان نورمالمون ان بروجي فوتباليستيك غير ان موين تيرم ولا كور تيرم راهو ثلاث سنين، ولكن كنعرفوا كيف قلت لك حقائق ديال الكره المغربيه كيفاش غتعاملوا مع القضيه هذه. واش هاد لي ديريجون ديال الماس وداكشي غادي ينخرطوا معكم؟ ملي كنقولوا نخرطوا هما ملي خصهم يحميوا الطاقم التقني والاداره التقنيه فكيحميوه. نعم بالفعل، يعني السؤال مهم، لان خصنا نعترفوا بان عندنا ثقافه النتيجه الانيه يعني سائده، ولكن اظن بانه من بين الوسائل اللي نقدر نستعملوا هي وسائل التواصل. نحن بصدد يعني باش نتواصلوا مع جميع مكونات النادي، وخصنا نعرف بان يعني تحديد الاهداف يعني مرتبط، يعني ما تكونش انفرادي، ليس المدير الرياضي لوحده، يعني مجموعه من الاطقم التقنيه كذلك البيدجي كذلك كل مكتب موسي القدره ديالو. يعني من حسن حظنا باننا كذلك عندنا رئيس كذلك اللي يعني اليكوت الحقيقه توفر كل صغيره وكبيره، تشتغلوا بظروف مزيانه، لكن لان تيخصو الوقت سي كولتورال، يعني ماشي دو جور لوندما غادي تبي صغيره النتيجه. لكن حنا تنعرفوا كذلك كما ذكرتوا فريق المغرب الفاسحه مولاه تاريخيه كبيره، وخاصه جماهير كبيره، جماهير عاشقه يعني باعداد كبيره، وهذا اكيد تيدير علينا ضغط. لكن هما خصهم يتفهموا الوضع، باش ما نديروش المسعد، اكيد ان خصنا تكون عندنا اسس متينه، لان اكيد من الصعب باش توصل القمه، لكن الاصعب هو البقاء في القمه. هذا من جهه، كذلك خصنا نعرفوا بان جل الانديه المغربيه وهذا مؤسف تفكر في الطلاق قبل الزواج، يعني اكيد ان احنا هذا بدايه المشروع، الجميع خصنا نخرط، ليس المدرب الوحيد المسؤول او المدير الرياضي المسؤول على الانتدابات او الطاقم التقني او الطبي، الجميع مسؤول عن تحقيق الاهداف. اكيد ان تحديدها يتم وفق استشاره مع المكتب مع الرئيس مجموعه من الامور، لكن تحقيق الاهداف الكل مسؤول عليها. اذا خص يكون انخراط، خص يكون تناغم، خص يكون احترام اختصاص كذلك، لكن لا اظن لا خوف على المغرب الفاسي. اظن بان الانتدابات اللي قمنا بها كانت كذلك وفق معايير محدده، نقدروا نرجعوها الا كان شي سؤال. نعم، بطبيعه الحال مازال غادي نرجعوا لهذه النقطه، هذه غادي نمشيو غير نتوقفوا مع فاصل الاشاري. كاين كذلك سؤال من عند سي محمد الروحلي، غادي نعطيك كلمه سي محمد الروحلي من بعد الفاصل الاشاري. الاحترافيه في القسم ديالها الاول، كاين سؤال من عند سي محمد الروحلي، تفضل سي محمد. وي انا كنستغل التواجد ديال السي هلال الطاير، وحقيقه كنهني دائما على الاسلوب ديال التواصل ديالو واختياره للمفردات والتعابير اللي كتكون لائقه، وهذه الحقيقه ماشي هذه حقيقه. السؤال اللي عندي هو كيشتغل الان في فريق جديد بالنسبه ليه، كان دائما حول المسؤوليه والمهام، كنسمعوا دائما مدير رياضي مدير تقني مدرب الفريق الاول، هاد التوضيح ديال هاد المسؤوليات، واش استطعت المغرب الفاسي واخا في بدايه ديال الانطلاق ديال اعاده الهيكل الفريق على اسس اخرى وبدايه ديال التواجد ديالو القسم الوطني الاول، واش قدرت اداره الفريق ان توضح مسؤوليات؟ صحيح خصو يكون واحد خيط ناظم بيناتهم، ولكن ضروري كل واحد شنو كيدير. ثانيا هاد الانتقالات ولا هاد الصفقات اللي كيدير الفريق شكون اللي كيشرف عليها؟ واش كاين تدخل الجانب التقني او كاين الرئيس كالعاده للاسف مجموعه ديال الفرق كيدير كل شيء، كيدير اللي بغى وكيجيب اللي بغى وكياخذ الفاتوره بالتليفون وفي الاخر كيحمل المسؤوليه، يكون الفريق هو اللي كيأدي الثمن. واش في المغرب الفاسي هاد اعاده انطلاقه اللي كنتمناوها فعلا انها تكون صحيحه والفريق المغرب الفاسي يلقى المكان ديالو كواحد من ركائز كره القدم التاريخيه في الصعيد الوطني، واش كاين تحديد المسؤوليات الثانيه شكون اللي كيدير الصفقات؟ تفضل سي هلال. اكيد لان البدايه تكون مشروع تحديد تيداروا دي بروسيس، يعني العمل ديال كل شخص يبتدئ من الى فقط، بما ان كذلك حنا بحسن
الرئيس يعني يحترم نفسه، يحترم كذلك الستاتيو ديالو في المجتمع، حنا تنعرفوا بانه رجل امن اختار ماشي يعني هو لا يتدخل في هذا الشيء. اكيد بان حنا تنهضروا امن كالما بعض الحالات ترسل لي بعض ليليان الفيديو، انا ما تنكتفيش غير بالفيديو لحقاش الفيديو تيكون فيها غير احسن ما عندك اللاعب من مهارات، وغالبا ما تكونوا ضد انديه يعني من عيار متوسط جدا، لان اللاعب الكبير يكبر مع الكبار ويظهر في المباريات الكبرى. اظن بان احنا كذلك سنتدبوا باش نبقى في السؤال، اظن بان الانتدابات تنقترحوا لاعبين تاشر عليهم السيد عبدالطيف جريندو كذلك بلي ما تيكونش تحفظ عليهم من طرف المكتب المسير لسبب ما لا علاقه له بكره القدم. اظن بانه يتم اخضاع اللاعب لفحص مجهري، ما نكذبش عليك باننا احنا هامش الخطا ما عندناش، حاولنا نستعملوا مجموعه من لي زوتي زعما راهم تيعرفوهم كاع لي زونترينور دو فوتبول سي فغي سون دي لوجيك تاعهم خاصك تخلص عليهم، لكن تيعطيوك كل صغيره وكبيره بكل حياديه، تيعطيوك تعطوك إذا مشيتي أبعد في القراءة ديال هذه المعلومات تقدر تكون قادر باش إذا بغيتي تنتدب لاعب آخر اللي تلعب في نفس الخط تقدر بليليان تقدر تشوف تبدأ بالنسبة ديال القدرة على اللعب مع هذا الشخص. وهذه مجموعة من الأمور أكيد لأن الإحصائية الدقيقة حنا تنعتمدوا عليها كثير، تنعتمدوا على مجموعة من الأمور تسألوا على اللاعب على نمط الحياة ديالو على الابيتود كاركتر ديالو مجموعة من الأمور، لكن نظن بأن يعني تتم بتشاور، احنا المقاربة ديالنا تشاركية كذلك. كان تبيت السيد عبد الطيف جريندو في مكانه لأنه الرجل المناسب بروفايل يعني بكاريزما عالية يعني يحظى باحترام الجميع، وإنسان اللي كذلك كوليجيال يعني تستشر مع الطاقم التقني ديالو سي امبورطون، وانا بحكم صداقتي به منذ سنوات اظن انه كذلك سهلت المأمورية، وكان واحد راس مال الثقة، لان انا جاء الى نجح جريندو غادي ننجحوا جميعا، وهذا هو الخطاب اللي مررنا انه تشاركوا مع المسؤولية. اكيد انه يؤشر، لكن يعني الكلمة الحاسمة تتبقى الشخصي المدير الرياضي. نعم جوستومون الكلمه الاخيره بالنسبه للميركاتو كتبقى للمدير الرياضي في الوصل الميركاتو ديال فريق المغرب الفاسي، وحنا يعني عارفين بان كاين مجموعه من الاسماء اللي غادرت الفريق. اكيد كانت هناك لائحه ديال المغادرين اللي ما كانش عندي فيها انا راي زعما مهم جدا، لانني بحكم كنت اشرف على تدريب فريق اخر، يعني ما كنتش نعرف هاد اللاعبين، يقدر نشرف على تدريبهم في انديه اخرى في مواسم خلت، لكن يمكنش القيمة ديال اللاعب تتأرجح، يقدر يكون مزيان من بعد 6 أشهر يكون أحسن أو يكون أقل مستوى. ظن بأن في لائحة المغادرة أكيد تم تعويض اللاعبين جزء كبير منهم، كذلك الحالة البدنية والصحية بعد التوصل بتقرير من طبيب الفريق عقبت الأمور، وبقينا في الحيرة من أمرنا، يظن بأن اللاعب لن يكون جاهزا يعني في الأشهر القليلة القادمة، وهناك حديث ونقاش يعني في المكتب المسير كذلك مع الأطقم التقنية والمسؤولين باش هل خصنا نعوضوا كيزا واش يبقى الاحتفاظ كاين كوطا ديال الأجانب باش ما يبقاش شاد بلاصة، الهدف هو ياخذوا اون شارج يقدر يمشي يداوى خارج أرض الوطن. هادشي اللي تقال البارح خلال الجمع العام ديال فريق المغرب الفاسي، وهادشي اللي قالوا كذلك إسماعيل جامعي رئيس الفريق، يعني غادي يتكفى فريق المغرب الفاسي بكل ما هو طبي بالنسبة لجي كيزا وغيمشي إن شاء الله لقطر من المرتقبين يمشي لقطر باش يداوى. أكيد أنتم ديجا عندكم المعلومة. أظن بأن كذلك لأنه يحظى باحترام بحب الجماهير الفاسية، الجماهير يعني تعشق كيزا، ولاعب يعني صغير سن 24 سنة حين فخضع لعملية جراحية في المينيسك بعد تبين بأنه عنده أرثروز يعني لن أخوضها في الماضي، لكن يعني خسارة كبيرة بالنسبة لفريق المغرب الفاسي في الوقت الحالي. لكن احنا بصدد مبغيناش نتطرعوا في البحث عن رأس حربة يعني عنده جاهزية عنده حس تهديفي قادر على الانسجام مع اللاعبين اللي انتدبناهم قبل منه. نعم بالنسبة للأسماء اللي التحقت بالفريق يمكن لك تأكد ليا وكذلك تنفي، كنت كلمة على يوسف عمري لاعب غدو ديال المولوديه الوجديه سابقا. لا لا لا, لا, لا. كانت مفاوضات مع اللاعب، واظن بان
يعني امور ماديه حالت دون ذلك، لان لم نعطي طول الاخبار المكتب. انا لا اجالس يعني الرئيس الفريق يجالس اللاعب او وكيل اعماله. يعني انا تنحاول بعد على هذا الشيء اللي فيه ما هو مسائل شخصيه، لان العقد اللاعب تبقى مساله خاصة تكون فيها كثير من السريه احتراما للاعب ولمحلل. اظن بان كان ايمن ماجد لاعب ظهير ايمن حمامي، كان اجردوم كذلك كمدافع اوسط وسط سنترال، كان كذلك سويليشو قادما من النهضه البركانيه لا يعقوش، وكان كذلك نيلسون مونغانغا يعني لاعب سابق ديال مولودية وجدة وعميد فريق فيتا كلوب سابقا. كذلك في هذا الاثناء اللاعب ديارة راه تيمدى العقد ديالو بمدينه فاس، من الامور تزبط. اللاعب السابق ديال واتزم كاين لاعب كذلك هيثم عينه عميد فريق يوسف ياس برشيد وسط ميدان، وكاين عبد الرحيم مقران هو اخر من التحق، وكاين لاعبين كذلك بلا ما نقف الاسماء ديالهم، يعني في هذا الاسبوع يقدروا يمدوا بشكل رسمي لاعبين. اكيد تيبقى يعني نظام واحد اللاعب، وانا غادي نطرح عليك سؤال بدون ذكر الاسماء حيتاش ما غاديش تعطيني الاسم، ولكن غنعطيه بعض لي زانديس. لاعب سابق ديال المنتخب الوطني الاولمبي، ما عنديش فكره كان لعب كذلك في مالاغا، يمكن غادي يلتحق قريبا الفريق المغربي الفاسي. ما عنديش فكره على هذا الموضوع، على هذا الموضوع هذا نعطي الاسم، عندنا انت غدويني اكيد بان ارسل للرئيس بلافيش ديالو، اكيد بانه جمعت الاحصائيات يعني ارسلتها للسيد الرئيس، كذلك السيد المدرب لاعب قيمه فنيه كبيره اكيد بانه ابخي الفريق ما عرفش يوصل مفاوضات واش بعثوا له بي دافيون واش راه انا في المغرب واش ما جا با ديدي، مي اكيد انه كاين ضوء اخضر باش توقع هذا اللاعب. نعم دونك هذوما الاسماء اللي التحقوا بفريق المغرب الفاسي، دونك قلنا هيثم عينه، سهيلي شو، ايمن ماجد، يوسف عقردوم، محمد حمامي، عبد الرحيم مقران، نيلسون مونغونغا، في انتظار التحق عبد الله جياره يعني في الساعات القليله، وكذلك بعض الاسماء وحدين اخرين. شنو لي بوست اللي مازال كتقلبوا عليهم سي هلال؟ ما حقيقه كاع المراكز عندنا فيها لاعبين بمؤهلات فنيه، لكن احنا مقتنعين بان الموسم اللي عشناه السابق موسم صعب، الموسم القادم اصعب. لماذا؟ لان الطاقم التقني والطبي كانوا في السابق يحتاطون من الاصابات، الان سيحتاطون كذلك من الاصابه بكورونا. لا قدر الله تمشي خمسه او ست لاعبين اللي تلعبوا بانتظام، قطع الغيار تكون في نفس المستوى في نفس الجاهزيه، اكيد انها تقدر تكون بدون خبره، لانهم انه كاين تفاوت في الاعمار فريق المغرب الفاسي، لكن سنكونوا حذرين جدا، والموسم المقبل غادي يكون خاص جدا، ولا اظن بانه مضغوط كذلك في الزمان، اظن بانه تلعب على مجموعه من الواجهات والموازات يمكن كذلك كؤوس محليه، لكن يجب التريات، عندنا لاعبين لن اذكر لا اسماءهم لا مراكزهم احتراما لانديتهم، لانهم بامكان بصدد فسخ العقود. نعم كاين واحد النقطة واحدة أخرى، أنا بغيت نعرف الرأي ديالك سي هلال الطير ومعرفتكم البطولة الاحترافية وبالتحاق أو على شوية بزاف بزاف يعني والالتحاق ديال فريق المغرب الفاسي وكذلك شباب محمدية البطولة الاحترافية في القسم ديال الأول، فأنا بغيت نعرف يعني كيفاش كتشوف التنافسية اللي تقدر تكون هذا الموسم هذا إن شاء الله في البطولة الاحترافية. أكيد بأن يكفينا فخرا بان البطوله مصنفه الاولى افريقيا، اظن بانهم بالاوائل، اكيد بان تنتظر عمل كبير، اظن بان كذلك مجموعه من المدربين لن اقول وجوه جديده، لكن وضعوا البصمه ديالهم يشتغلوا بالصدق، اكيد بان غادي يكون شيء مختلف، اظن بان مجموعه من المدربين كذلك الاجانب بكاليبر كبير كذلك غيروا الانديه، لانه غادي تكون من الصعب التنبؤ. انا دائما اقول بان 10 ديال الدورات الاولى تعطيك فكره، الثانيه تتاكد لك او تنفي الفكره، والثلث الاخير اظن بانه اللي تبقى اللي مستعد اكثر، اللي عنده بوطوش، اللي عنده بيجي احترام، سي بوكو شوز، فو
جيري لا سيزون فورمول في المغرب ما ساهلش واكبر دليل لاعبين اجانب بقيمه فنيه كبيره تيجيو المغرب تيلقاو راسهم غير قادرين باش يكسبوا الرسميه غير قادرين على التهديف غير قادرين على الانتظام في الاداء جمع الامور لكن اتنبأ بان تكون صعبه صعبه نعم كاين سؤال عند تحت وضفته خويا الى دويتي في الاول على ان من لي زوبجيكتيف تكوين فريق من ابناء المنطقه في السنين القادمه فبالتالي دونك غيكون ان بروجي دونك غتشرف حتى على لي كاتيجوري دي جون ولاش كيفاش غديروا وكاين ان بروجي اللي غدا ولا شكون اللي غيتكلف به ولا لا 3 ديمونسيون حنا البروجي ديالنا 3 دي فريق اول اون سو بروجيت لا دوزيام اني اي لا تروزيام اني لكن ما نساوش كذلك المدير التقني المسؤول على تكوين هو السي عبد الرحمن سليماني يعني استاذنا جميعا يعني ما نساوش هذه العلاقه حنا اجتمعنا به اكيد لانه تتربط علاقات صداقه ونكن له كل الاحترام واحييه بالمناسبه ونشكره على العمل الذي قم به طبعا السي عبد الرحمن حنا من الناحيه ديال لا فورماسيون اوني ترونكيل وتم اللاعبين التي اقترح أكيد بأنه بواحد نسبة فوق 90% يكون الرأي ديالو صائب لأنه يعني إنسان تقني وتكون أكاديمي كبير إحنا مجموعة 5 اللاعبين ديال الأمل يتدربون الآن في المعسكر المغلق وعطاو إشارات إيجابية ونغون ساتيسفاكسيون أكيد لاعبين آخرين تنتظرهم أمل وغادي تكون لنا فرصة كذلك للتنسيق مع السيد عبد الرحمن السليماني للإشراف كذلك على مجموعة من الأمور يعني هو سيد الباترون ديال لا فورماسيون اكيد مي غادي نصق معاه بحكم العلاقه اللي بيناتنا بحكم المنصب ديالي كذلك نعم غران مسيو دو فوتبول ماروكان سي عبد الرحمن سليماني اللي حتى واش نتمنوا انه يكون حاضر معنا باش نتكلموا على التكوين بصفه عامه في المغرب وبلا شك انا غادي نتعلموا معاه بزاف ديال الحوايج وتحيه سي عبد الرحمن سليماني اكزاكتومون تحيه كبيره لسي عبد الرحمن سليماني وحنا كنتكلموا على الاطقمه التقنيه حقاش كاين شنا بنا فريق المغرب الفاسي فكما تكلمنا كاين ريسبونسابل ديال لا فورماسيون فهو في تواصل دائم معكم ديريكتور سبورتيف مع المدرب ديال الفريق الاول اللي هو سي عبد اللطيف جريندو فاحنا بغينا نبقاو في الاطقمه التقنيه واش كاين شي مشكل بالنسبه للاعداد البدني شكون هو المعيد البدني ديال فريق المغرب الفاسي حاليا هو بالنسبه لو كونتوني ديال الاعداد البدني في هذه الفتره هذه زعما لن يحير انا ما غاديش يغلبنا لكن اظن ان احنا عندنا مجموعه من الترشيحات يعني نظريات كذلك كما نظريات في الانتدابات نظريات في يعني الفصح الهوية ديال المعيد البدني لأن خص تكون فيه مجموعة من المواصفات خاصة بأن السيد الرئيس يعني بحكم علاقته وصداقته مع مسؤولي ولاعبي فريق يعني تشيلسي الإنجليزي يعني تم يعني تزويد النادي بواحد المعدات جي بي اس يعني شي حاجة طوب زعما اللي خاصها واحد تكوين خاصها واحد تكوين باش نستافدوا لأن أكيد بأن خاصة نفوتوا هذا هذا سي ريدكتور من انسان ربطوا الاعداد البدني بالاحماء او نو الاعداد البدني راه يعني شخص تكون اكاديمي كبير يعني متتبع كي ميتريز لوتي انفورماتيك اللي تقرا كذلك لي كورب مجموعه من الامور وعنده كلمه كذلك في الطاقم كذلك مثلا الطبيب كذلك الطبيب في الانديه الكبرى في المنتخبات من حقه يقول لهم هذا اللاعب اللي ينبط ما يقدرش واخا الناخب واخا المدرب يبغي يلعبوا تيكون تريوت تيكون تحفظ كل واحد يتحمل مسؤوليته في نهاية المطاف لكن الطاقم التقني كاين واحد تناغم كبير أظن أنه لا مع السي عزيز سليماني لا مع السيد عبد الرافع قاسي يعني اللي كانوا يعني من صناع الصعود وهما اللي كانوا أسباب كذلك الفرحة ديال الجماهير الفاسية كذلك تم تثبيتهم كذلك سي هشام مصباح بالطاقم التقني كذلك من أتكلم على المصار ديالو كلاعب لأنه لعب زعما مجموعة لكن أنا عاصمت دوبري وزعما كنت فرحان كثير من السيد عبد اللطيف جريندو اقترحوا أكيد أنه زكيت الاقتراح والآن نشتغل يعني بواحد بون اسبري هذا هو المهم لأن في الفتح الرباطي وفي نهضة بركان نماذج يجب الاقتداء بها هاد الناس نجحوا بالاستراتيجية بالتخطيط السليم بالاستقرار التقني على مستوى الإدارة التقنية وعلى مستوى التركيبة البشرية وفي الفوتبول
ils ont envoyé l'Afrique كذلك محليا souvent في البوديوم أو بين الأوائل أو اللي يعني الفوتبول كيفاش يتخدم راه باين الطريق واش غادي يكون تعاون واش نكون الخيرات الجميع غادي نقطع غادي نقطع ولكن ولكن شكون هو المعيد البدني حقاش ملي تكلمت على الفاش لا مازال نعم اوكي عندنا ترشيحات مازال ما حسمناش الهوية ديالو دافو في هذا الأسبوع بحر هذا الأسبوع غادي نكمل الإعلان عنه إن شاء الله كاين سؤال عند فتاح وخويا الى عندكم عند بالنسبه لهاد لي بروجي اللي كديروا داكشي دونك فوايي غران طوميو عندكم طاقم ان ستاف بوغ لو فيزيوناج ديكوباج المسائل هو ني با ستاف مي سي دابا اللي تفجري ندو يعني الميتريز هاد لوتي انا كذلك ضمن بان رموس اوف طمان درت يعني مرارا وتكرارا في الانديه اللي كذلك بلي لوجيسيال اللي حنا مشتركين فيهم دون هذيك الاسماء راه معروفين واحد جوج ديال اللوجيسيال معروفين اظن انهم كافيين كافيين خاص غير الوقت الكافي لقراءات هذه المعطيات خاص يفو كونفاكري دي طون حيت تعتبر بان كره القدم هي اونطريمون من 10 ل 12 فهو خاطئ الا ما اشتغلتيش اكثر من 8 ساعات ما تقدرش الا تقدر توصل لشي نتيجه بالصدفه عندك الحق سي هلال طيب فانا كنشكرك جزيلا الشكر سي هلال شكرا لك على قبولك الدعوه وشرحتي لينا يعني البروجي ديال فريق المغرب الفاسي بالنسبه لهاد الثلاث سنوات المقبله نتمنوا لكم حظ موفق شكرا لك سي هلال لا شكرا على وجهك شكرا لك هلال طير سي محمد نروح للراي ديالك حول المشروع ديال فريق المغرب الفاسي المشروع الرياضي بطبيعه الحال بطبيعه الحال مشروع طموح اللي كنتمنى صادق بانه يتوفق ويحقق هذه الأهداف كلها اللي منتظرة على المستوى المالي أعتقد بأن كان مجهود كذلك مالي من الرئيس وعائلة الرئيس لأنه كان خيارات كلي في هذا المشروع هذا إعادة بناء فريق تنافسي قادر أنه هو يضمن مكانته وقادر كذلك ينافس في السنوات القادمة حتى الآن اعتماد كلي على خبرة مغربية وهذا شيء إيجابي لاعبين وأطور اللي أكدوا جزيرته في فرق أخرى مسألة إيجابية كذلك اللي كنت منا وأن الاختيارات تعطي ذاك المنتظر منا لنا فارق وراك السؤال ديالك السهيل الطير هو قوة البطولة في السنة القادمة مؤكد بأن البطولة غتكون قوية وقوية بزاف وحنا شنا الموسم رغم الظروف الاستثنائية ورغم المشاكل ورغم حالة الوباء والإصابات فالبطولة الوطنية عرفت نهاية قوية وقوية جدا والصير عمتد إلى آخر ثاني من عمر لقاءات ديال 30 دورة وهذا كيبين فعلا بأن فرق رجعت المنافسة